خلونا ناخد معانا في المساله بتاعه الميه تحديدا مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ده احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على محطه بحر البقر علشان هي والمحسمه هيغزلنا سينا بالميه، صح كده؟ بالظبط يا فندم. المره دي اكيد اكيد هنتكلم على محطه الحمام، ولا انا غلطان؟ طبعا دي المحطه الرئيسيه اللي بتغذي المشروع الكبير بتاع دلتا الجديده. طبعا احنا بنتكلم هنا عن محطه كبرى، اكبر محطه في العالم لمعالجه الميه. 7.5 مليون متر مكعب في اليوم هي طاقة هذه المحطة الكبرى. عندنا يمكن محطة بحر البقر دلوقتي مسجلة في موسوعة جينيس كأكبر محطة للمعالجة على مستوى العالم. 5.6 من 10. محطة الحمام إن شاء الله لما هتنتهي بإذن الله هتكون هي الأكبر على العالم بالفعل. هي الشرقية اللي هي بحر البقر 5.6 من 10، صح؟ 5.7 من 10. 5.7 من 10، ماشي. اتفضل يا فندم. فدلوقتي هذا او ما زالت فعلا 5.6 من 10، انما محطه الحمام 7.5 مليون متر مكعب من المياه الصرف الزراعي اللي بيعاد استخدامها. يمكن بس المحطتين دولت وايضا المحسمه يعني دليل على المجهودات الهائله اللي الدوله بتبذلها لاعاده استخدام الميه لمواجهه التحديات المائيه الكبيره اللي احنا بنواجهها في قطاع الميه. في زيادة سكانية كبيرة، في محدودية في مواردنا المائية. لما نشوف مواردنا المائية حصتنا 55.5 ثابتة منذ الخمسينات وحتى الآن. يمكن الخمسينات لغاية دلوقتي عدد سكان مصر تضاعف حوالي 4 أضعاف، وال 55.5 لسه زي ما هي ما اتغيرتش. والحمد لله على الرغم من هذه الزيادة السكانية الهائلة، ولكن الحمد لله الارض الزراعيه بتتروي ومياه الشرب الحمد لله بتتوفر لاهالينا المواطنين في كل مكان، وده الدليل على الاداره المثلى لمواردنا المائيه المحدوده، وبيورينا حجم التحدي الكبير اللي احنا بنواجهه. يعني لما يبقى عدد السكان تضاعف 4 أضعاف في نفس الوقت اللي نفس كميه الميه ثابته زي ما هي، في مجهود كبير بيتعمل بقى في هذا المجال، ازاي ان احنا نقدر نعيد استخدام الميه عشان نقدر نستفيد بكل نقطه ميه. يمكن في معظم دول العالم ميه الصرف الزراعي دي بيتخلصوا منها بيرموها في البحار والمحيطات، احنا في مصر بناخد هذه الميه بنعالجها وبنستفيد بيها. ده غير اصلا انه على امتداد الشبكه في عمليه اعاده استخدام مستمره لمياه الصرف الزراعي، يعني يتم سحب الميه من خلال محطات رفع من المصارف ويتم خلطها بالترع مع طبعا مع ضمان نوعيه الميه المناسبه. عمليه مستمره بتحصل على طول الشبكه، وفي نهايه شبكه الترع والمصارف كمان بناخد ميه الصرف الزراعي علشان يتم معالجتها والاستفاده بيها، سواء مصارف شرق الدلتا عملنا لها محطه بحر البقر، ومصارف غرب الدلتا محطه الحمام الجاري انشائها حاليا باذن يعني الله. يعني مجهودات كبيره الحقيقه مبذوله في هذا المجال علشان ننتفع ونستفيد بكل نقطه ميه. مصر يمكن من اعلى دول العالم في كفاءه استخدام الميه، يعني كل نقطه ميه بنقدر نستفيد بيها ونعيد استخدامها بسبب محدوديه مواردنا المائيه، وفي نفس الوقت وجود اداره يعني متميزه جدا من افضل واعرق مدارس الري على مستوى العالم. كل مدرسه الري المصريه بل هي ما كنت من 200 سنه مدرسه الري المصريه، فبالتالي في مجهودات هائله ومتراكمه في التعامل مع قضايا المياه وادارتها بشكل متميز جدا، وده الحمد لله اللي احنا بنشهده كل يوم. ده وقدود. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر للمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري.